في أول مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجدون بندين. في المادة الأولى بند الحرية الإنسانية، وهذا البند الثاني بند المساواة. جميع الناس متساوون، مجرد إعلان. هذا الإعلان قبل حوالي 50 عام، 52 عام تقريبا. هل تجدون لهذا الإعلان العالمي واقعا تطبيقيا؟ يوجد؟ أي دولة من دول العالم الآن، الدول الكبرى والدول الصغرى، الدول المتقدمة، الدول المتخلفة، هل يوجد هنالك تطبيق لهذه القيمة الإنسانية؟ أكو تساوي؟ أكو تساوي بين الغني والفقير؟ يوجد هنالك تساوي بين الأسود والأبيض؟ أكو؟ قبل فترة خرجت مظاهرة في هذه الدولة العظمى. هذه المظاهرة أخرجها مجموعة من الملونين. شعار هذه المظاهرة من شعاراتها: الأسود أيضا إنسان. إحنا أوادم مثلكم، من طالب بأكثر من هذا؟ إحنا مو شيء آخر. الأبيض أيضا إنسان. لا نجد في دولة من دول العالم، ما أظن أكو هنالك دولة واحدة تعمل هذا المبدأ، مبدأ المساواة بين الغني والفقير، بين الأسود والأبيض، بين من يسمونه المواطن والأجنبي. هذا مواطن، هذا أجنبي. ولكن في نهضة سيد الشهداء، في قضية عاشوراء، نجد هذا المبدأ الإسلامي ممثلاً مجسداً. القرآن الكريم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماكو هنالك مواطن وأجنبي، ماكو هنالك أسود وأبيض وهذا خادم نحتقره، لا، هذا بشر مثلنا، ولعله عند الله يكون أقرب منا. النبي صلى الله عليه وآله مؤذنه كان رجلا أسود، مؤذن بلال. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لابنه الحسن المجتبى حول أسود، رجل أسود، يقول: هات عمك الأسود. عمك يعني أخوي، هذا أخي. هذه القيمة التي لم تستطع البشرية أن تحققها إلى هذا اليوم.